يقترب العراق من واقع الدستور وتوقيتاته بخطى سريعة. في الشارع كل شيء كما هو وعلى حاله، وناس ألفوا واقعهم، همهم الخدمات كما تقول تظاهراتهم، وأمن يستوقفهم في هجمات هنا وهناك في مناطق محررة. لكن ذلك لا يمنعهم من انتظار نتيجة حوارات الساسة ولقاءاتهم. التحالفات السياسية لابد أن تكون بطريقة سريعة وبعيدة عن كل المشكلات التي حصلت في العراق في الفترة الماضية، ولابد من تشكيل حكومة بأسرع وقت، ولابد من يعني إعلان نتائج بعد العدو والفرز اليدوي. في كواليس السياسة لقاءات وتواصل واستنفار، لكن لا مرشح لرئاسة الحكومة ولا تحالفات معلنة ولا برنامج سياسي متفقا عليه. وحتى المرشح لرئاسة العراق تبين أنه لا يحظى بدعم القوى الكردية. العبادي رئيس الحكومة مرشح تحالفه لولاية ثانية، يطلب من القوى الفاعلة أن تسارع إلى اتخاذ موقف لدعم برنامج حكومي للمرحلة المقبلة. تمسكهم بترشيح السيد حيدر العبادي كمرشح الوحيد لهذا الائتلاف، إضافة لطرح نظام داخلي لتهيئة هذه الكتلة بشكل كبير بما ينسجم مع المرحلة المقبلة للعراق. تحالف الفتح، التحالف الأبرز وبيضة القبان الشيعية، هو في اجتماعات دورية أبقى خطه مفتوحا مع الجميع، لكنه أيضا يملك خيارا في التحالفات وحول رئيس الحكومة، لكنه لم يفصح عنها بعد. كل اليوم يترقب هذا الأمر، ولكن طالما أن المحكمة الاتحادية لا تصادق أو لم تصادق على نتائج انتخابات، فليس يكون هنالك إعلان للكتلة النيابية الأكثر عددا. تتحرك القوى السياسية، لكنها حتى الآن لم تنتقل إلى خطوة واحدة ملموسة في طريق إنشاء الكتلة الأكبر، ولا في إعلان كتلة عابرة للمكونات كما دعت وكما تريد. في الشارع العراقي عين على الخدمات، وأخرى ترصد حراك القوى السياسية وتلمح المستقبل. لعل هذه القوى تحسم خيارها وتنتقي حكومة يريد الشارع العراقي أن تكون معبرة عن خياره الذي ربما يتقاطع عند حكومة خدمات. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.